طبعا هذا وصف دقيق لخوارج السلفية الوهابية بشكل جميل ورائع. الوهابية المارقون شر فتنة نزلت على خلق الله، خاصة على المتوسلين بجناب سيدنا اللهم صل وسلم. سلوا على الناس سيوفهم وألسنتهم، لم يراعوا لمؤمن إلا ولا ذمة، ولم يتقوا فيه حرمة ولا كلمة، بل على أهل الله ينهقون، وبما يفرق شملهم ينبحون، ويصيحون بأعلى الأصوات ولا يسكتون، وبإفتاء العوام يتبجحون، وإذا شعب لهم الأزهر يتجرؤون ويشتمون، وبين بعضهم البعض يخططون، وهم فيما بينهم يتناطحون، وعلى السنية يتناحرون، يحذرون من الحزبية وهم حزبيون، تراهم في كل واد يهيمون. وعلى السنية يتناحرون، كل واحد يقول لك أنا أهل السنة، المدخلية نحن أهل السنة، السرورية نحن أهل السنة، والمقبلية نحن أهل السنة، وهكذا فيما بينهم يتناحرون، كل واحد يقول لك نحن أهل السنة، وهؤلاء المبتدعة يقرؤون ولا يفهمون، يدرسون ولا يستوعبون، بغير المذاهب يلتزمون، بدعوى أنهم عالمون عارفون، ولخبايا الأمور كاشفون، حاربوا وضيقوا على الناس أخذ المعقولات، إلى أن ظهر بين شبابنا ملحدون وملحدات، أمنهج قام بلا أساس يقيم دينا وينفع الناس؟ كلا وربي، أدخلوا عيالهم الأزهر وتبرأوا من عقيدته، وغرسوا فيهم بحورا من نقيصته، وأشربوهم الكره له ولدراسته، وفي النهاية يأكلون بشهادته. شيء عجيب والله يا خلق الله، يحذرون من النظر في كتب الأزهر وما حذر الأزهر من كتبهم، بل حث طلابه على دراستها وقراءتها. هذه النقطة التي تعرف من خلالها فساد خوارج السلفية الوهابية، دائما يحذروك من مجالسة السادة الصوفية، الشباب الصوفية، شباب الأشاعرة، شباب الماتريدية، بحجة مجالسة أهل البدع، هم ما يشتوك أصلا أن تعرف الحقيقة، فيحذرك مجالسة أهل البدع، مجالسة مدري إيش، مع أنه نحن نعرف أن مجالسة أهل البدع ما يجوز، مجالسة أهل البدع التي هي مجالسة طيبة، مجالسة أنك ترتضي ما عليه، لكن أن تجالس أهل البدع لأجل محاورتهم وإفحامهم هذا شأن آخر. لذلك هم يحذرون الناس، انتبه تجالس الصوفية ولا الأشاعرة ولا المتريد، ليش؟ بتعرف الحق أصلا، لكن هم يلفوك لفة ثانية، يلفوك لفة أخرى لأخذ العبرة منها وللدلالة على أنهم في العلوم صفرا بلا قيمة، وذلك هو الفرق بين العلماء وغيرهم. على الأزهر يهجمون، وفي دار الإفتاء يسبون، ومن قيمة شيوخه يقللون، ويمرحون بهم ويلعبون، وإذا ردهم أحد قالوا عنه مأفون، بكل وقاحة وفسولة وأفهام بدت معلولة. تخيلوا، من لا يعرفون عن أصول الفقه والدين سندا ولا غاية، يحذرون ممن حازوا الأصول رواية ودراية، ليس عندهم إسناد واحد إلا وفيه أشاعرة، وصفوهم بالعنجهية ورموهم بالأصاغرة، عن بيان التصوف ساكتون، ومن لين القلب فارغون، وبجمود الحال معروفون، وبالتهكم والسخرية مشهورون، لو شبهت قلب أحد منهم بصخرة لقالت الصخرة إني لينة وعلى هدى من الله وبينة. لا تشبهوا الوهابية بي، فإن هذا وأيم الله حق لي، شبه الله بخلقه وبالتجسيم قد ظهروا، وبأفسد العقائد زانوا لها وانتصروا، أخذوا مخالفات للشيخ ابن تيمية وبنوا عليها مناهجهم العقدية، خاصة عقيدة الكرامية، لم يجاهدوا احتلالا ولم يطردوه، ما أرادوا نفيه بل أبقوه، دعمهم الاحتلال حتى طرد كل واحد منهم أخاه، وافترى عليه بالشرك ورماه، ولم يقتل في الفراش سواه. عندكم ابن عبد الوهاب عين مثال، وأسوأ حال وشر مقال، اقرأوا إن شئتم السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، لتروا المنكرات القاتلة والمناهج المائلة، لتعلموا أنهم عن النهج حادوا، وأفسدوا في الأرض وتمادوا، وما كانوا كثرة وما سادوا، بل زال منهجهم واندثر، في كل كتاب مستطر، وعلى كل حال ومقر ما بين كر وفر. كم من بلدة فتحوها ودخلوها، أين الجيوش التي جيشوها، والخيام التي نصبوها، والعدد التي أعدوها ليحاربوا بها غير المسلمين وينشروا دين رب العالمين، أين هي؟ لن ترى لهم قفل باب فتحوه، ولا منفذا على ثغر سدوه وردموه، بل فتحوا الباب على مصراعيه للعدو ليضربوا في إخوانهم المسلمين وعليهم يصعدوا. ماذا أخذ المسلمون من دعوتهم إلا القتل والدمار؟
شابهوا الخوارج في قتل الأخيار واستباحة الدم وبطش الفجار. أخافوا الناس من القرآن والسنة وضحكوا عليهم بكتابي التوحيد والمنة، صوروا التصوف بالنقائص كلها واحتقروا الصوفية وقللوا من شأنها، وافتروا على عباد الله زورا وبهتانا، كذبا وعميانا، إثما وطغيانا، عنادا ونكرانا، خزيا وهوانا، بلسان دعي زنيم، رجيع ذميم لئيم. حاربوا العقلية والمنطقية وتهكموا على الأشعرية والصوفية، خاضوا في أولياء الله خوضا أثيما، سبوهم وقالوا كفرا وعذابا أليما. أضحكوا الناس على الشعران وأقرانه، وجاء الحويني وقال اضحكوا مع الصوفية حتى توالت صيحاتهم الدنية، وجاء أمامهم بكتاب الشعراني في الكرامات وتنطع ولم يبحث في خارجي من خوارج. سلطوا عليهم الغلمان والصبيان وتامر اللبان، والبحبحاني وأخاه المسكين محمد بن هدم الدين، والبقية المتكاثرة منهم على الشاشات بكل ما أوتوا من حلقات وسفانات. تعدلت أحزابهم وتفرقت وتشرذمت وتنطعت وتشدقت وتناطحت وتناحرت وتساقطت، وعلى سبيل المؤمنين تواطأت. أرأيتم أصحاب النبي في حزبية متفرقين؟ هل كان الوهابية على نهج الصحب سائرين؟ يشهد عليهم رسلان النسخة المصرية والمدخلية والجامية والبازية والعثيمينية والفوزانية والوادعية والحدادية والسرورية وبكر بن عطية وجميع متنطعي الأهواء الفكرية، يحذرون من بعضهم ولا يحبون بعضهم إلا من رحم الله، ثم يدعون أنهم على نهج أصحاب النبي محمد. احكموا أنتم بالله يا خلق الله. رسلانهم والمدخلي وشيخه وكذلك الفوزان ضل طريقه، حذر من تناول بردة البصيري وقال هي الشرك بعينه، ولكنه غاب عنه شموس الحفاظ الذين فسروها وشرحوها وبالأسانيد نقلوها. هذا هو أعلم أهل الأرض عندهم. والحويني والعدوي وحسان ويعقوب وغيرهم ممن غرر بهم من مرضى القلوب، حقنوا الشباب بهرمونات الثوار وقبض عليهم ودخلوا السجون، وبعدها تبرأوا منهم وقالوا سلاما. وجاء حزب النور وهدم الإخوان واختلفوا معهم في كل بيان، بعد أن كانوا يدا واحدة في البدايات ولكن أظهرتهم النهايات. وصدق من قال إنما العبرة بالخواتيم، كشفت النهاية عن سوء السريرة حتى ألجأتهم إلى التنطع والغيرة. أما والله إن العز في كل هذا تركه، وإن علا عليك نباحه وصياحه. لا فرق بينهم إذن وبين العلمانية، فهم ينادون بدحر المذهبية وغيرهم شذ بدعوى الحرية. وبعد قولهم هم رجال ونحن رجال، خرجوا عن الكافة وقادهم العيال. لم يعرفوا لفقه الخلاف بابا ولا دارا، ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أزيحوهم من دياركم وانظروا لنعيم الحياة وبالتصوف أبشروا، بأخذ الأوراد عن الأشياخ والعلماء ذوي الألباب والبصائر والحلماء. من رفعوا لواء الحق خفاقا عاليا، ولم يتركوا المكان من العلم خاليا، لأي جهول ينطق جهلا شبابا كان أو كهلا. وصفوا الشيخ علي جمعة بالحماقة والسلبية، والشيخ يسري جبر بالشدة والعنصرية، والشيخ جابر بغدادي بالجهل والأمية، وباقي مشايخنا بحمية الجاهلية. نطقت الوهابية بمثل هذا وأسفلت، وصدق من قال رمتني بدائها وانسلت. وقف لهم دكتور عبد القادر الحسين وصنع لهم سلسلة حلقات لماذا تركت الوهابية، قضى فيها على الغوغائية ودحر مذاهبا تحارب العقلانية، وكنس آثار من قالوا بالجسمية حتى وصفهم بالطيور الوقواقية، فجعله الله شوكة في حلوقهم حتى دخل كثيرا من بيوتهم، غاص في أعماقها واستخرج منها النتانة، ونظف أفكارها وأذهب عنها المهانة. وأضحى الشباب بالحقيقة متبصرين، وأصبحوا لما ورثه الوهابية تاركين. فرضي الله عن هذا الشيخ الأمين سيدي عبد القادر محمد الحسين. إلزموا أهل الله واتركوا التشدد والشدة، فليس في ديننا حث على الشدة. وختاما نسأل الله هداية من ضل من الوهابية، إن كان عنده في القلب للتغيير نية، ومن كان عنده في الدين إعسار. فيا رب أنت الله الواحد القهار، عليك بكل من صعب على الناس الحياة، أيا كان شيخا في زاوية أو عبدا عند مولاه والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.